تجعل المرأة ترغب بك من أول نظرة؟ أول نظرة مش يعني ضرورة تكون النظرة أو نظرة العيون. المقصود بالنظرة هو الانطباع، مثل ما بنعرف الانطباع الأول first impression هو من الأشياء اللي بترسخ بدهن الشخص سواء كان مرأة أو رجل. فهون عم نحكي اللي قصدناه من أول نظرة يعني من أول انطباع، سواء كان هيدا الانطباع عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو وجها لوجه. هلأ بالحقيقة عنا بينقسم الفيديو لكذا قسم. أول قسم هو عبر وسائل التواصل وعنا 3 نقاط، ثاني قسم هو وجها لوجه وعنا 2 نقاط، وثالث قسم هو سواء كان وجها لوجه أو عبر وسائل التواصل عنا 2 نقاط أيضا. منبلش أولا عبر وسائل التواصل يعني إنستغرام واتساب فيسبوك وغيرها من الأمور. فرضنا أنت شفت صبية على الفيسبوك أو صورتها شفتها على الإنستغرام أو بأي مكان، فأنت أول وهلة حتنعجب بالشكل الخارجي لهيدي المرأة. شو بتعمل هون؟ هون نصيحة، ما تضلك واقف عند الصورة الصامتة، بل حاول انك تفتح حوار، لانه اوقات مهما كانت الصورة حلوة على الانستغرام او على الفيسبوك، اوقات كتير ما بتكون مثل ما بنقول الشخصية او النفسية حلوة. فانت كيف بدك تعرف شخصيتها او نفسيتها؟ فهي عن طريق الحوار، حاول انك تفتح حوار معها. تاني نقطة هي هيدا الحوار كيف لازم يكون. اول شيء بدك تتجنب الغزل باول حوار بينك وبين هذه المرأة، مش لازم تتغزل فيها ابدا، بل على العكس لازم تبين انك عم تعرف عن نفسك بشكل عادي جدا، بتعرف عن كل شيء سواء هواياتك سواء شغلك، وايضا اذا هي خبرتك عن اهتماماتها وشو الاشياء اللي هي بتهتم فيها، فحاول تبين لها انك موافقة الرأي، يعني اسألها عن اهتماماتها، بس اهم شيء ما تبين كأنك بتحقيق، يعني سين جيم. هون رح تحس حال المرأة كأنها قاعدة بتحقيق اذا كترت عليها الاسئلة، يعني سؤال واحد يكفي. وانت طبعا من خلال متابعتك لمنشوراتها مثل ما قلنا حتقدر تشكل فكرة عن اهتماماتها، يعني مش بس تشوف صورتها، حاول انك تشوف المنشورات والاشياء اللي بتكتبها والاكتيفيتيز اللي بتعملها، من خلالها بتتعرف ايضا عن الاشياء اللي بتهتم فيها او مجال اهتمام هيدي المرأة والاشياء اللي بتحبها. ومثل ما قلنا حاول بالحوار الاول انك توافقها الرأي وتشجعها على الأمور اللي هي بتهتم فيها. بتاني حوار هون لا، إذا في بالفعل شيء خالف الرأي أو كان في عندك رأي مخالف لرأي المرأة، فمش غلط أبدا إنك تعبر عن رأيك بشكل كتير صريح ولائق، ولكن تجنب بالحوار التاني إنك تفتح معها أحاديث سياسية أو دينية أو أي حديث ممكن يعني الحدية أو يخلق حدية بالنقاش بيناتكم. القسم الثاني هو إذا كان وجها لوجه. أول انطباع وأول شغلة هون وهي الأساسية نظافة الرجل، يعني المرأة كثير بتكره الرجل الذي لا يهتم بنظافته، يعني مثل الدقن، الشعر، نظافة الأسنان ورائحتهم، أيضا نظافة الأظافر وغيرها من الأمور اللي بتدل على نظافة الرجل. ومن بعد النظافة الترتيب. الترتيب ما بيعني أنك تكون لابس ماركات كتير غالية، لا، ترتيب في يكون تياب بسيطة ولكن متناسقة ومرتبة، ولكن مثل ما قلنا أهم شيء النظافة ثم النظافة بالنسبة للمرأة. النقطة الثانية هي حاول إذا كنت قاعد معها ما تضلك تتطلع بالتليفون أو تبين كأنك قاعد وعم تلعب على الواتساب أو فاتح أي شيء على تليفونك، لأن هيدا الشغلة
بتخلي المرأة تحس حالها مش مهمة. يعني هاي الشغلة كتير بتغيظ المرأة، خاصة لأول مرة تكون قاعد معها، إنك تتركها وتقعد تفتح تليفونك وتفوت على الواتساب أو على الفيسبوك أو غيرها من الأمور. فحاول تتجنب هيدا الموضوع. القسم الثالث هو سواء كان بالسوشيال ميديا أو سواء كان وجها لوجه. هيدي النقطة إنك لازم تكون مرح للغاية، يعني ما تكون شخص عبوس وجد كتير، هيدا الشيء بتكره المرأة. و90% من النساء بيؤمنوا إنه الرجل المرح واللي قادر إنه يضحكها واللي عنده روح النكتة والفكاهة، ب90% بتؤمن إنه هيدا هو الرجل الذي يستطيع إسعادها، سواء كان على السوشيال ميديا أو على وجه أو بأرض الواقع وجها لوجه. النقطة الثانية والأخيرة بهذا القسم هي كتير مهمة، حاول تبين لها إنك بالفعل تهتم لسمعتها، وإنك مش رح تسمح لأي شخص يأذيها بأي شغلة، أو خاصة سمعتها أو أي شيء ممكن يسبب لها الأذية. هذا الشيء بحسس المرأة بالأمان والثقة لما تشوفك إنك بالفعل حريص على سمعتها وعلى صورتها بالمجتمع، وخاصة بالمجتمع الشرقي مثل ما عم نحكي نحن، والفيديو موجه الأغلبية هن من الدول العربية. طبعاً هيدا الشيء مش لازم يكون تمثيل، لأن إذا كان تمثيل المرأة رح تحس إنك تدعي الحرص عليها، بدك تكون أيضاً من جوا مقتنع، لأنه هيدا الشيء بتلاحظه المرأة إنك بالفعل حريص عليها وعلى سمعتها. لأنه هون لما تكسب الثقة والمرأة لما تحس بالأمان والثقة معك، فصدقني هي رح تعطيك كتير إشياء بدون ما حتى أنت تطلب، ورح تحبك ورح تتعلق فيك أيضا. طبعا لاستشاراتكم الخاصة بتقدروا تتواصلوا عبر الروابط اللي تركت لكم إياها بأسفل الفيديو أو بأول تعليق. إذا بعدكم ما اشتركتوا بالقناة ما تنسوا أنكم تشتركوا، تضغطوا على الجرس. أنا بشوفكم بفيديو تاني.